نيوز عربي. يبدو جليا أن إسرائيل تستجيب لدعم الولايات المتحدة لعمليات القصف لغزة، ولكنها لا تصغي لدعاوى الإدارة الأمريكية اليوم لوقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ما هي سبل الضغط اليوم من قبل الإدارة الأمريكية على الإسرائيليين للالتزام بهدنة أقل إنسانية؟ تحياتي لك متابعين جميعا مشاهدين جميعا. يعني حسب ما سمعنا أو حسب ما تابعنا أن هناك بايدن قال أنه يعتقد أن الإسرائيليين سوف يبدأون بالانصياع إلى موضوع وقف إطلاق النار المؤقت كهدنة إنسانية، وإن لم يفعلوا ذلك الآن ولكنهم لابد أن ينصاعوا شيئا فشيئا في الأيام المقبلة. هل هذا الكلام يعني له واقعية على الأرض؟ أعتقد ربما له واقعية بالفعل، لأن هناك اتصالات كثيفة جدا بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل بخصوص هذا الوضع. الوضع في الشارع الأمريكي، الضغط الشعبي، الضغط، تغير الرأي العام بشكل عام. نرى أصوات مختلفة الآن تتردد في الأوساط الأمريكية وحتى في الأوساط السياسية، تطالب بوقف إطلاق النار، تطالب بوقف على هدنة إنسانية على الأقل لإفراج عن الرهائن، لتمرير المساعدات الإنسانية. فهذا الضغط الشعبي والتحرك فيه وإن لم يكن هو سمة عامة، ولكن هي أصبحت موجودة ومسموعة أكثر من أي وقت مضى. هذه بالإضافة إلى أن أساساً يعني الإدارة الأمريكية هي صحيح تدعم إسرائيل في حربها على غزة، ولكن لا تدعم إسرائيل في قصفها للمدنيين، لا تدعم إسرائيل في عدم قدرتها على تحقيق أهدافها التي تريدها من خلال قصف مدينة مدنية مسكونة يعني مأهولة بالسكان لقصف أنفاق تحت الأرض. يعني حسب ما سمعنا أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تزود إسرائيل بأسلحة دقيقة أو بقنابل صغيرة تمكنها من استهداف أهداف بدقة أكبر وبمحدودية في القتل. هذا يعني أن الولايات المتحدة لا تؤيد قتل الفلسطينيين وتريد من إسرائيل وقف إطلاق النار. حتى هذه اللحظة لم تستمع إسرائيل إلى هذا الطلب أو هذه التوجيهات، وما تزال مستمرة في حربها على غزة. لكن في النهاية هناك أيضا اجتماع مجلس الأمن من المقرر أن يتم عقده يوم الخميس، لابد أن تتم مناقشة هذه الأمور. نادين، أنت تعتقدين أنه بنهاية المطاف سوف تلتزم إسرائيل بهذه الدعاوى الدولية لوقف إطلاق النار، ولكن هل تعتقدين أنه الموضوع فقط بالضغط الدبلوماسي، وهل تتخلى إسرائيل عن ملف المحتجزين اليوم وتقايض وقف إطلاق النار مؤقت وإدخال مساعدات مع موضوع المحتجزين؟ يعني أنا لا أعتقد بدقة أن إسرائيل سوف تلتزم بوقف إطلاق النار. أنا ما أحاول أن أذكره أن الولايات المتحدة فعلا تضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولكن هل إسرائيل ستلتزم؟ هذه قضية أخرى يعني، ولكن لابد أنها في النهاية سوف تلتزم، وإن انصاعت يعني بعد أيام قد لا حتى وإن أعلنت أنها ستوقف إطلاق النار. نحن نعلم مدى الفروقات التي يمكن أن تحصل وكيف يتم ترتيب هذا الموضوع وكم من الأيام سوف يستغرقها لتقول أن إطلاق النار سيبدأ في يوم فلاني، فلا أعتقد بأن بهذه السهولة ستنصاع إلى وقف إطلاق النار. إنما الموضوع الإنساني يعني تمرير مساعدات هو ملح، حتى إسرائيل تعرقل مرور بعض المساعدات حسب تقارير متكررة وردت من عدة مصادر أن هناك عرقلة لدخول المساعدات. موضوع الوقود، هناك شح كامل في الوقود، القطاع على وشك الانهيار إذا لم توفر له، خصوصا المستشفيات التي تعمل على أقل قدر من الممكن من الوقود لإنقاذ المرضى الذين تتم معالجتهم. فالوضع بشكل عام يعني محتدم. أنا أحاول أن أعود إلى نقطتك التي سألتني عنها، ولكني يعني ممكن ذكرني يعني الموضوع، كنت أتحدث عن موضوع المحتجزين، إلى أي مدى مهم جدا اليوم وأولوية المحتجزين بالنسبة لإسرائيل أن تقايض أي وقف لإطلاق النار أو أي عام يعني أي نهاية لهذا المخاض اليوم الذي يجري بغزة مقابل المحتجزين اللي هو أولوية بالنسبة أيضا للسلطات والإدارة الإسرائيلية؟
نعم، هذا الصراع في هذه المباحثات حول وقف إطلاق النار هذه نقطة مهمة بالنسبة لكلا الطرفين، للولايات المتحدة ولإسرائيل وأيضا لحماس. الولايات المتحدة تريد إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. إسرائيل ترى أن الضغط أكثر على حماس هو ما يدفع لإطلاق سراح المحتجزين، بينما في واقع الحال يعني الولايات المتحدة تريد هدنة لسماح المفاوضات، لأنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات تحت ضرب النار. الجهتين وجهتين نظر مختلفتين تماما. ولكن بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين، هناك موضوع المساعدات الإنسانية الملح جدا. المباحثات حول إطلاق سراح المحتجزين وقفت منذ فترة، كانت هناك مباحثات جارية كبيرة حول عدد كبير من المحتجزين أن يتم إطلاق سراحهم، وتوقفت هذه المباحثات بالغزو الكبير والمشاهد الكبيرة التي رأيناها جميعاً وعدد القتلى الكبير من الفلسطينيين. فتعرقلت هذه المساعي ولم تنجز هذه الصفقة واستمرت هذه الحرب. الآن فعلاً إذا أرادت الولايات المتحدة أن تنقذ المحتجزين، يجب أن يكون هناك فترة هدنة وسماح للمناقشات والمشاورات والوساطات الدبلوماسية أن تفعل فعلها لإنقاذ هؤلاء المحتجزين لدى حماس، وإلا فستكون وضع متأزم أكثر. يعني كل يوم نحن نرى عدد كبير من هؤلاء القتلى والمصابين، كلما تتأزم الأمور أكثر. هل حماس فعلا سترضخ للضغط الحرب كما تقول إسرائيل بأن الضغط العسكري عليها سوف يجعلها تحرر المحتجزين؟ نحن نعلم تماما أن هذه ليست هي أيديولوجية حماس، وإسرائيل تعلم ذلك أيضا. ولكن نتنياهو أيضا لديه خط واضح أو وحيد للعمل فيه، وهو الاستمرار في هذه الحرب، لأننا كما نعلم جميعا حكومته مهددة بأن تسقط تماما حتى وإن نجح في هذه الحرب. يعني أنا لا أستطيع أن أتخيل، لأن حتى الإسرائيليين نفسهم يعني ليس جميع سكان إسرائيل مؤيدين لما يحصل في غزة. في النهاية الجميع يرى هذه المشاهد، طيب. في النهاية الجميع يدهمنا الوقت بعض الشيء، يعني استفدنا في هذا الموضوع. بدي أتحدث عن ما كشف عنه موقع بوليتيكو، عن أنه هناك داخل الخارجية الأمريكية انتقادات يوجهها يعني المسؤولين لبعضهم، وهناك اختلاف كبير في وجهات النظر. إلى أي مدى هذه الاختلافات في داخل الخارجية الأمريكية تؤثر اليوم على الموقف الأمريكي تجاه ما يجري في غزة بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة طبعا لمستقبل إسرائيل؟ طبعا هناك خلافات وانقسامات، وخصوصا في الحزب الديمقراطي. يعني هذا المشهد تغير كثيرا في الآونة الأخيرة، وتغير مرحليا. نحن عندما نتحدث عن 20 سنة سابقة نرى الآن الوضع مختلف تماما. عندما يتحدث بايدن في يعني الساحات الانتخابية، نرى من يقاطعه ويطالبه بوقف إطلاق النار في غزة. هذا المشهد تكرر أيضا في المسيرات المؤيدة لإسرائيل، هناك من أصراخ قصوت مضادة ومعاكسة. الحزب الديمقراطي عموما منقسم في هذا الموضوع. استطلاع مؤخرا أجرته مؤسسة غالوب أشار إلى أن الديمقراطيين بغالبية قليلة هم يدعمون الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، وهذا أمر للمرة الأولى. أما صعيد الديمقراطيين البارزين فأيضا هناك تغير، ولكن تغير قليل بالنسبة لي إذا ما كنا نتكلم بشكل عام. نعم. عن الموضوع الشعبي من الديمقراطيين. الآن هذا التغير يدفع بالناخبين بعيدا عن بايدن، وخصوصا هناك جالية كبيرة من المسلمين ومن العرب في الولايات المتحدة. هؤلاء إذا ما أحجبوا أصواتهم عن بايدن فربما سيؤثر على انتخابه كرئيس جديد. لكن في المقابل على الوجه الآخر، عندما نسمع تصريحات ترامب، يعني الحزب الجمهوري، ترامب أشد صلابة في هذا الموضوع وأشد تعنتا أكثر من بايدن. هذا الموضوع للأسف هكذا تجري الأمور، لأن الولايات المتحدة منذ عقود يعني تؤيد إسرائيل بسبب وجود اللوبيات الكبيرة التي تعمل بكثافة
لوبيات إسرائيلية كبيرة التي تعمل كثافة في العاصمة واشنطن مقابل مجموعات صغيرة فلسطينية لا تبقى لحجم الضغط التي تمثله هذه اللوبيات. نعم، من نيويورك الكاتبة الصحفية نادين ساندرز، شكرا جزيلا لك.